أبحث عن أصحاب معا معا نلعب، أبحث عن ألعاب نلهو ولا نتعب، أبحث عن أولاد في بهجة الأعياد، معا معا نلعب معا نلهو ولا نتعب. أبحث عن ألوان للروض والزهر لفرحة العيد، أبحث عن ألحان للطير والنهر خضر الأناشيد، أبحث عن إنسان يعيش في قلبي، أبحث عن إنسان يسير في دربي. مرحبا، كنت أنا ورنا عم نتسمع على الراديو، بدنا نسمع أغاني وموسيقى، اسمعوا معنا. والآن أحبائي المستمعين، حان موعدكم مع برنامج ملاعب الصغار، ونبدأ البرنامج بهذه الأغنية. الطير عند الصباح يزقزق بصوته الصداح للشمس إذ تشرق، يزقزق وللحمام هديل وللحصان صهيل، فاطرب معي واسمع واسمع. يي رن جرس الباب. رنا سمعتي شي جرس الباب؟ صحيح. عم بتقول مرحبا. اهلا، كيفكن؟ الحمد لله. كيفك؟ كيف رنا؟ منيحة. وفوفو؟ منيح. وين كنتو؟ لو بتعرفوا وين كنا، كنا أنا وفوفو عم نتنزه بالطريق ومنتسمع على حفيف أوراق الأشجار وأصوات الطبيعة وزقزقة العصافير وأصوات الزمامير، وفوفو بده يخبركن شو سمعنا وشو شفنا. بالجبل الطبيعة هادية كتير، والأصوات يلي بتسمعوها عادة بتكون صوت الصرصار أو زقزقة العصافير أو حفيف الأشجار. وعطرقات الجبل نسمع أصوات خفيفة كتير، لأن الطرقات خالية من الازدحام وما في وجود قوي للسيارات. لكن بالمدينة الحالة بتختلف، وإذا حاولنا نزور الطرقات بوسط المدينة انتبهوا شو رح نسمع. بائع متجول عم بينادي، وتزمير سيارات، صوت محركات، تزمير تزمير. ايه بدو كعكة؟ وبائع كعك عم بينادي. ايه
قولي السير عم بيصفر. فعلا الأصوات وسط المدينة مزعج كتير للأعصاب. لكن على شاطئ البحر احذروا شو منسمع. منسمع دايما هدير الامواج المتواصل. أنا وسمر رح نتسلى بلعبة الأصوات، وأنتو كمان بالبيت فيكن تتسلوا معنا وتتذكروا معنا الأصوات يلي منسمعها بالبيت. سمر اسمعي منيح هالأصوات. صوت الباب. صوت الباب، عافيكن أنتو كمان حذرتوا. وهالصوت يلي منسمعه كمان بالبيت إذا كان الشباك أو الباب مفتوحين. عرفت عرفت عرفت، هيدا صوت الريح. عافاكي، كمان صوته منسمعه بالبيت. صوت الحصان. غلط غلط، ما عرفتوا انتو كمان؟ اسمعوا منيح، صوت منسمعه بالبيت جوات البيت، الحصان مش جوات البيت سمر. صحيح. اسمعوا منيح. صوت المنبه. عافاكي، المنبه أو الساعة. إجا دورك إنه تحذر، إذا بتريد غمض عينيك. بغمض عيني لأنه عيني ما بستعمله مشان أسمع. عرفت؟ صوت ورقة عم تتخزر. برافو. كمان بالبيت منسمع صوت البابا عم يضحك. وبالبيت كمان منسمع صوت الماما عم تضحك. نسمع صوت طفل صغير عم يبكي. صوت طفل صغير، خينا صغير أو أختنا صغيرة. معي ده اسمع سامع؟ نعم. ايه اسمع منيح، لأن بدنا نرقص. أنتوا كمان كونوا حاضرين معنا إذا بتريدوا وقفوا. أنت حكمت إذا بتريد وقف أنت وفوفو. أنا كمان؟ ايه طبعا. يلا فوفو لازم نوقف، نحيد الكراسي ما زيد بدنا نرقص. إجا بدق الدف بسرعة تركض بسرعة، وإذا بدقوا على مهلي تمشي على مهلك، ولما بوقف توقف. حاضر؟ طيب وقفي، ما فهمت منيح. لا لا نشرح. لما سمر بدق الدف بسرعة تركضوا، لازم نركض بالبيت، ولما بدق الدف على مهلي تمشوا على مهلكم، لما بوقف بتوقفوا. جاهزين؟ لعبة سهلة كتير. يلا انا بحب الركض. يلا غلط حكمة، انتبه. اذا دورك سمر. بلعب انا ورنا. أنا تعبت هلا، أنت ورانا تعب فوفو؟ فوفو قال ما تعب لأنه ركض كتير منيح للجسم. أنتوا كمان بالبيت مع رانا وفوفو ومع رانا وسمر رح تعملوا مثلي أنا وفوفو وتركضوا، لما ندق الدف بسرعة تركضوا بسرعة، ولما ندق الدف على مهلي تمشوا على مهلكم، ولما نوقف بتوقفوا. يلا مستعدين؟ واحد اثنين ثلاثة. خلص تعبت،
يعطيكم العافية. وهلأ سمر بدها تخبرنا قصة شخص كان يسمع كتير منيح. خليكم معنا واسمعوا القصة عم تحكي لنا إياها سمر. سمير وعادل يسكنان في بناية واحدة. سمير يحب الرسم وعادل يحب الموسيقى. ينام سمير متأخرا في الليل ويفيق متأخرا في النهار. يسهر طوال الليل ليرسم القمر والنجوم ويصور بالفرشاة كلبا أسود وهرة بيضاء. أما عادل فينام مبكرا في الليل ويفيق مبكرا في الصباح ليسمع زقزقة العصافير وخرير الأنهار ويعزف على الكمنجة وينفخ في المزمار، ثم يغني بصوت مرتفع: الطير عند الصباح يزقزق. فيفيق سمير من النوم مزعوجا. قرر سمير أن ينتقم من عادل، فخرج إلى الشرفة عند المساء وأخذ يغني بصوت مرتفع: لا 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 لا. لكن عادل لم يخرج إلى الشرفة ولم يفتح نافذة غرفة النوم. فظن سمير أن عادل لم يفق وأنه لا يزال غارقا في نومه العميق. فأحضر طبلا كبيرا وأخذ يدقه بقوة، بوم بوم بوم. فخرج عادل إلى الشرفة وقال لسمير: سمعت صوتك الناشز فسكت، ثم سمعت صوت طبلك فوجدته أكثر إزعاجا من غنائك، إنك تزعجني ولا تدعني أنام في الليل. فقال له سمير: وأنت أيضا تزعجني ولا تدعني أنام في النهار. فأجاب عادل: لماذا لا تستيقظ مثلي مبكرا في الصباح لترسم العصافير والأزهار والأنهار؟ فأنا لا أرى في رسومك إلا السواد والبياض. اقتنع سمير وأخذ يستيقظ مبكرا في الصباح ليرسم الشمس الصفراء والورود الحمراء. لهذا اليوم الجميل من أيام الصيف نتعرف على أصدقاء جدد. أول صديق اسمه فيدو، عفوا فيدو غارق بالنوم. بقدم لكم أولاد أخي بوبي وبيبي. أو بوبي، لمين تقطف الأزهار؟ لعمنا فيدو، يبدو إنك نسيت يوم عيد ميلاده. صحيح معك حق، نسيت. وبسرعة اختفى بيبي. إلى أين؟ سأل بوبي. أنا أيضا بحب أقدم له أزهار. أزهار؟ كل هالأزهار الموجودة ما بتعجبك؟ دايما نفس الأزهار يا بوبي، بحب أقدم ورد أجمل. هالطائر الأسود الغارق بالتفكير هو السيد غراب. مرحبا، قال بيبي بكل تهذيب. مرحبا سيد غراب. كوعك كوعك، رد الغراب بغضب، ماذا تريد؟ انظر سيد غراب للأزهار، ما أجملها، شو اسمها؟ هذه أزهار الشوك، قال الغراب. اتركني إذا سمحت، اتركني لا تزعجني، ضروري فكر، اتركني إذا بتريد. أزهار الشوك حلوة، قررت أنه أقدمها لعمي فيدو. ركض بيبي نحو الأزهار ومد إيده. أخ، أي شكتني، أي أي. طبعا قلت لك اسمها وردة الشوك، لكن ما خبرتني إنها بتجرح، قال له بيبي. كواك كواك، جيل وقح،
كأني أنا السبب. وصل بيبي لمكان آخر. رائع، وجدت طلبي. واقترب بيبي من الغصن حتى يوصل للأزهار، لكن بيبي ما انتبه إن الغصن كان نايم على حافة الوادي. بهالأثناء كان بوبي عم بيفتش على أخي. وجدوا معلق بالهوى وحامل باقة الزهر. بيبي، ما أجمل أزهارك! لكن فجأة كراك! ضاع توازن بيبي وبسرعة رمى الباقة وتعلق بالغصن. شعر بوبي بحزن كبير على أخي بيبي. بوبي أرجوك افعل شيء. صار بوبي ينادي: عمي فيدو، عمي فيدو، النجدة، عمي فيدو. هاي مين؟ واستيقظ العم فيدو. وصل السيد غراب وقال: هذا طبعا واحد من أولاد أخيك. من فترة كان عم يسأل عن ورد الشوك. تصرفات غريبة. أسرع فيدو مشغول البال لأنقاذ أولاد أخيه. لما وصل لحافة الوادي وقف مثل المجنون. اكتشف بيبي معلق بالهوى. ما تخاف يا حبيبي، أنا بخلصك. وتقدم فيدو على الغصن بكل تأني، لكن العم يبدو تقيل. كرك! انكسر الغصن. تعلق بيبي بعمو فيدو وهبطوا سوية إلى الوادي. فجأة حصل شيء غير معقول. أخذ العم فيدو يطرب الهواء بإدوني. أصبح هبوطهم بطيء، إلا أنه توقفوا. صاروا يسبحوا بالجو. صرخ بيبي: عمي فيدو، أنت تطير! لا تكن أحمق، رد عليه عمو، الغصن وقف هبوطنا. أي غصن؟ سأل بكل دهشة بيبي. صحيح، معك حق، أنا أطير بدون أي صعوبة أبدا. صعد العم لعند بوبي، وضع بيبي على الأرض سالما بالقرب من أخي. أنا أطير. هاي، أنا أطير. لما رأى الغراب أخبروا بالقصة. أين المشكلة؟ قال الغراب. أنا أيضا أطير، مش فاهم ليش عملت قصة كبيرة. بينما كان فيدو يطير في الجو، كان الغراب يبتعد سيرا على أقدامه. لكن حان وقت الرجوع. فتش فيدو عن أولاد أخيه حتى لقيهم. يلا إلى المنزل. حان وقت النوم. مساء الخير عمي فيدو. مساء الخير يا عم الطائر. مساء الخير يا أحلى الأولاد. اليوم بدنا نتعلم صنع بوق أو مكبر للصوت. طريقة سهلة جدا. منحضر ورقة مربعة الشكل. 1 2 3 4 مربعة. تختاروا اللون اللي بدكم اياه. انا اخترت اللون الاخضر. بنحتاج لتنزيق او ورق لاصق، لمقص، لاقلام تلوين. اقلام تلوين على ذوقكم. اولا بنطوي الورقه المربعه وبنمقص. بنقص أول زاوية، شوي مش كتير،
والزاوية الثانية منقص بشكل نصف دائرة. شو صار عندنا؟ شو في؟ إذا طريقة سهلة. نبرم البوق فينا نلزقه بهالطريقة أو كمان بواسطة الصنع أو الغري. بسرعة صار عنا بوق أو مكبر صوت. أنا بدي أرسم له عينين. فيكن ترسموا أشياء كتيرة بالقلم. رح نرسم عينين، طبعا شايفين الحواجب، فوفو عم بيقول حلو كتير. كمان نرسم تم، فينا نزين أشكال، كمان فينا نستعمل ألوان تانية. مثلا بنزين بطريقة خاصة دويرات ونجوم. شايفين صار عنا بوق نستعمله تنادي إخواتنا من غرفة لتاني. ألو ألو سمر، سمعتيني؟ نعم. ألو سمر. نعم. سامعة؟ نعم سامعة، بس بدي اتسمع على الراديو. شو قلتي سمر؟ بدي اتسمع على الراديو. والآن نتابع معكم الأغنية. وللغصون حفيف وللرياح عزيف والقصف صوت الرعد إذا دوى واشتد أو فرقع فاسمع ولا تجزع. الطير عند الصباح يزقزق بصوته الصداح للشمس إذ تشرق يزقزق. وللحمام هديل وللحصان صهيل فاطرب معي واسمع واسمع. وللغصون حفيف وللرياح عزيف والقصف صوت الرعد إذا دوى واجتد أو فرقع فاسمع ولا تجزع. طبعا انا هون. خير ان شاء الله سمر. شوفي إيه لو بتعرف، كنت عم بتسمع بالراديو انا ورانا على غنية. شو حلوة حلوة كتير 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 حلوة كتير. عن شو بتحكي الغنية؟ بتحكي عن الغصون والطيور، اسمها الطير عند الصباح يزقزق. وخلصت الغنية؟ ايه خلصت. وقتنا خلص معكم، فإلى اللقاء. نلتقي فيكم مرة تانية ان شاء الله. إلى اللقاء. الطير عند الصباح يزقزق بصوته الصداح للشمس إذ تشرق يزقزق. وللحمام هديل وللحصان صهيل واسمع معي واسمع واسمع. وللغصون حفيف وللرياح عزيف والقصف صوت الرعد إذا